السلام عليكم، مرحبا. الفيديو هذا موجه لديك الرجال اللي كيحشموا يدخلوا للكوزينة، وعندهم مدات دخلوا للكوزينة انهم غينقصوا من الرجولة ديالهم، غيرجعوا ماشي رجال، انهم غادي يعملوا الشغل في الكوزينة. وانا كنقول لكم اخواتي، ادخلوا للكوزينة، اضربوا شي حاجة التمارة في الكوزينة، راه ما تنقصكم لا من الرجولة لا تم شي حاجة. هذاك مجرد كيكون نشاط ديال الجسم انك تقدر تعدل الشغل في الكوزينه. تدخل حيت شي حاجه الميكرو في الكوزينه، قبض شي مالطا صبنه، المهم هو الشغل الوقت ديالك. فوت عضاني على الشقوفه والحشيش والقر والجلسه في القهوه النميمه، وهذه جازات هذه مشات على نص عندها. هذا باش عندي هنا، هذا باش عند نفسه، والعاده واش ندير نفسه. غادخل الكوزينه، غادخل الكوزينه وخصب القشوع ومسح البوطه. شد داك شي قهوه، القهوه الناس كيمشي يشربوا فيها القهوه الا باش يحيدوا النغمه ديال القهوه. وانا دورو راه كيما قاد ديك الكاماريرو في طنجه، قال له اخي شحال تشرب؟ قال له كنتسنى شي واحد، دابا هو جا. قال له اخي مصفي ولا مغلي ولا نضغلي؟ يلا القهوه اخواتي من اجل تشرب قهوه ونضغلي، اما تبقاش جاز جالس تما اي جاز شني لابسه. انا كنبقى مع الشبعت منهم كيتشوفوا وفرحانين، ومن بعد يقول لك تعالى لبسه لبسه وحرام وهاديك وهاديك حرام ياك. وانتينا الاخر كنتي كتقول له تعالى لبسه لبسه، تعالى نص عندها، تعالى خلفها عندها، وحدا كتمشي كترجع احرام تشني لابسه حرام. وانتينا علاش شفتي تما؟ لهذا كنقول لك ما تبقاش تجلس في القهوي، ادخل الكوزينه فوت غتلها بالناس، وبقى مقابل هذا شنو لبس، هذا شنو عمل، هذه شنو عملت، ها واحد النص مزيون كاز، ها واحد النص ماشي مزيون كاز. ادخل الكوزينه وحك الكوزينه وشبر شي مالطانيت وقاد داني عليها. هاي كازت، هاي باقي ما كازت، هاي كازت باقي ما كازت. وتقوز النهار غزال وتحس براسك واحد النشاط واحد الرشاقة اللي هي عمرك ما حسيتي بها في حياتك. وهذاك الشغل في الكوزينة وانك عاونتي مراتك، راه ما تنقص لك لا من الرجولة ديالك لا تمشي حاجة. وتحية للجميع من مدينة الماضية، وكنقول لكم كنبغيكم كنبغيكم. وهذا هو الروتين ديال بصح، ما فيه لا نص كبير لا صدر معري لا تا شي حاجة. ما عليك ما حك حك امولانا، حك حك امولانا. خواتي ما تنساوش ما تكونوا كتعملوا الشغل، ساعة ساعة بداو كتشطحوا، ساعة ساعة بداو تغنوا. او طللت على عين زورة جوج خاطري وشحال بكيت، ما بياش بلادي بيا غير العايلة اللي خليت. انا مزوج يا جماعة والزين راني مولع بيه. وكنتمنى المنتقدين ما يشوفوش هذا الفيديو، إذا جابوا هذا الفيديو راه مشيت فيه. يلا شكرا لكم، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وباقي موراي شغل بزاف اخواتي. بار ارامتك النظافه للدخول المدرسه، هذه تسمى بالنظافه للدخول المدرسي. وكنشكر جميع المنتقدين ديالي، والله العظيم كنشكركم، راكم عزاز عليا بزاف بزاف اخواتي. فوطه تنتقدوني وتبقى تقولوا هذاك عمل هذاك ما عملش، من الاحسن دخلوا الكوزينه ولا شبروا شي مالطا ولا مالطا وعملوها في البانيو مثلا هيدا، وعملوا لها اريال ولا شي حاجه وبداو شطحوا البريك. منا رياضه، منا مساعده الجوجه، او عدلوا شي طاجين كيما خرج
طنولي كاع يخرج مزيوان ونهار الثاني يخرج ماشي مزيوان. واحد النهار غتعلم ومي غتعلموا غتجبروا فايت شغلوا الوقت ديالكم وما تبقاوش مليين باطكم. راه بلية ماشي مزيانه وما كترب خواتي خليت مبليين كاع شي واحد شنو كترب حمور شنو غتربحوا هذاك ماشي مزيان ها وعمل ها وعدل ها هاي عدلت هاي تلقات ها مع شنو كنتمنى الجو ديالكم شنو كتربحوا واش الغريزه ديالكم هيداك عامله كتفرحوا انكم تشوفوا شي واحد شي كارثه اولا كنعسوا ما غير على المسائل تبعتنا خواتي غتوقف الجسم ديالك هيدا مثلا هيدا توقف هيدا تقول انا شني كنعمل شني كنعمل شني كنعمل شني كنعمل شني كنعمل وغتجبر راسك انت اللي كتعمل اكثر من اللي كيعمل هذاك لهذا خطي هذاك وعالج نفسك يعني اصلح نفسك عاد كامل شي واحد اخر غتجبر الاخطاء ديالك اللي كتعمل كثار من هذاك اللي مقابل اما هذاك اللي مقابل وتجبروا ما كيعمل حتى شي حاجه بديك الشيء اللي كتعمل تينا. والمهم اخواتي تحياتي للجميع وهذا الروتين ديال الصباح هو الحاك ديال بوطانو خواتي ما بغيتش نوري لكم اللي كيدور اللي مسحت به بوطانو حيت هذاك بحال شهرات دابا مثلا هذيك ولكن واحد اللي كيدو مزيان كتكبوا على الجراح كيبرا كما كيقولوا وغنخليكم وغادي نقول لكم ألالا 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 مولاتي ألالا ألالا سبحان الله العظيم واقف معاكم اخواتي وكنحك كنحك هاد البوطه ورايا نعمل واحد الكرسي وجلس لي يتفرج هي الحمد لله اخواتي انهم ولادي ملي كنبدا نزغرط كيبقاو يضحكوا وكينشطوا وهذيك السعاده ديالي كامله هي نشوف ولادي كيضحكوا والمتتبعين ديالي حتى هما كيضحكوا والمهم اخواتي انتم كتعرفوا انا ودا كنت مريض والله ما نحادي شي حاجه حيت هذاك المرض اللي كيكون فيا كيقول لي كتعرض وتتحرك مشيتي فيها ولكن انا كنقول له دابا انا كنتحرك وغنحك البوطه باقي التشفيف ديال الكوزينه وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتبارطاجوه مع الاخوان والاحباب والاصدقاء لان ملي كتبارطاجوا الفيديو راه كيزيد يطلع وفي نفس الوقت الاعداء ديالي انا كيتفرصوا لان ما كينعسوش صراحه ما كينعسوش انا نقول لكم علاش حيت متبعين المشاهده واش طلعت له واش هبطت له وانا عامل واحد التحدي بين نفسي وبينهم انني باش نقتلهم هي انه شي نهار شي فيديو ان شاء الله غادي يطلع في الطندوس وفي نفس الوقت غنعطيهم شي هديه وغنشكر لهم غنقول لهم انتم هما اللي طلعتوني في الطندوس ولهذا كنشكركم 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 بزاف وغنعطي لهم شي هديه من عندي وتكون ثمينه ان شاء الله وعزيزه عليا وشكرا لكم وربي يخليكم ونكملوها